والله احنا عندنا ارتفاع الطحين، ارتفاع الطحين اذانا بشكل، واذى الفقير، الفقير ما قاعد ياكل خبزين، والحكومه ما قاعد تسوي مجال للعالم حتى تاكل، واحنا ما نقدر بعد لا نزغر الخبزه ولا نقدر نسوي شيء، فنشتغل يخرصونا الطحين شويه على مود نقدر نشتغل. انتم مصعدين الدولار ومصعدين المواد كلها، شلون المواطن يقدر ياكل؟ تعبنا من هاي السوالف، يوم يوم صاعدين الشغلة، ساعة طحين، ساعة زيها، ساعة مواد غذائية، ماكو الشغلة والله العظيم، يعني حتى أمورنا تعبت شوية، لازم شوية عالكلكم ويانا، يعني كل يوم يوم طاعدين الشغلة، يعني ما 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 ما, ما شبعت من البوب، من النهيب، من كل شيء، كافة قلونا شوية للفقير، هاي الفقير هم حسوا بيه شوية تعبانين، والله العظيم تعبنا ملينا، حسوا بمعاناتنا شوية، يوم يوم طلعينا شغلة، يوم يوم طلعينا السالفة تعبانة، هواي اجت الانتخابات وتعالوا ما تحرموصونا ما دشون، يا باب العباس ما ننتخب أي بشر، ما لنا علاقة بأي بشر، بس نزلونا الطحين ونزلونا الدولار وهذا خلاص، لحقتونا حتى على الخبز هاي، يا با والله كيفكم العباس تعبانين، مو عبالكم نتزنقل بيها، يا بس نطلع يعني لقمتنا بالحلال وهذا خلاص كل شيء مريض. شوية عالكبكم ويانا، طحين غالي، طحين كنا ناخذه ب 15 هسه صار ب 28 ب 30، ماكو ايش سالفة والله العظيم، يعني بليلة ويوم دبل صعد الطحين، ماكو ايش سالفة والله العظيم، عالكبكم ويانا شوية شوية، مو هلا تنبينا طب طب يعني قبل صعد دولار وصعد الطحين فرد نور، هم عالكبكم ويانا شوية شوية. الطحين من 27 صعد للي 40 للي 41، يعني ليش هسه احنا افران قامت تبيع 8 كنا 10 بلف العالم تبيع هسه 6 بلف، يعني المواطن منين يجيب؟ العالم قامت ما تشتري، عمال يعني عندنا اجور، عمال عندنا اجور، هاي كله الله شاهد قمنا نط من جيوبنا، يعني احنا على الوضعيه هاي شهر شهرين نعزي، وين نروح؟ عالم تعبانه، عالم ما ترضى، هسه تجي تقول له 6 بلف، عالم نيله كسب، عالم كله قاعد لا شغل لا تعيين لا اسخام، يعني ماكو كل شيء وسيله معيشه، ماكو العالم وين تروح؟ يعني انتم طحين من 27 لل 41 يصعد، الله اكبر، يعني شهر واحد على مود محرم يصعدوني، يعني محرم ها شهر الحسين العالم يصعدونه هيك؟ ماكو هيك عمي، شوفوا لنا حل، يعني احنا نعزل هاي العالم، هاي عوائل كلها عايشه على شو اسمه؟ على الفرن، نعزل العالم يبتلى جوع كلها ايجارات وكلها، يعني ما يصير هيك، صمونها هسه يسمونها هاي زغرها للعالم، العالم هم شنو ذنبها؟ تجي تظل تحكي تقول عم انتم مصعدين علينا، شوفوا لنا حل واحد، وزير رئيس دولة يباوع علينا، يعني هاي العالم شنو ذنبها؟ احنا اهل الفرن شوية صار صعد علينا الطحين هذا الشهر والقبلة صار من 27 ل 42، احنا عمال هنا ومناطق شعبية، اذا نصعد الصمونة ما اعتقد حتى عالم بعد ما تشتري، وكلها ايجارات وعمال تعبانة، يعني احنا اليوم احنا نزلنا من يومياتنا
على مود نمشي 8000 مثل ما كانت الصمونة. مثل ما كانت الصمونة مشينا 8000 وقصرنا على يومياتنا. احنا لازم تشوفونا صورة حل. الدولار دمرنا دمار، دمرنا دمار. الطحين ب 42، الخمرة صعدوها، الملح صعدوها، حتى هاي العلاقة صعدوها. هو منتوج وطني، انتم ليش جاي تصعدونه؟ ليش جاي تحاربون هذا المواطن؟ ليش جاي تحاربون الفقرة؟ الله ما يقبل ترى باع الفقير. يعني احنا عمال يومياتنا نزلت على مود بس نمشي العالم، على مود بس ما ننزل الصمونة. ما يصير انتم لا رئيسي باوع علينا، لا حكومة باوع علينا. احنا عمال عايشين على قوتنا اليومية. كان الطحين سعره 27000، هسه 41 42. زين انت اذا 42 ايش قد يطلع لك بالكيس هذا؟ اذا كل كيس شال له 5000 دينار، كل كيس 5-6. زين احنا شلون هاي العام ايش نطي؟ الناس صعدت ايش تطي؟ الناس ما تعرف الطحين صعد، ما تعرف هاي. تقول لك انت الصعد، تقول لك انت جاي تحارب. اصلا الناس قاطعت الصمون هسه بسبب هذا الصعود. احنا خايفين تنقطع رزقنا اذا صعدنا الصمونة. ما يصير، احنا نريد صورة حل من الحكومة. الحين صار ارتفاع عندك كلش قوي، يعني اكثر من 5000-7000 صار الطحين. زين هو شي يتحمل؟ ابو الفرن يريد ربح، العامل يريد يوميه كامله، العالم هم تريد صمونه زينه. احنا بهاي الحاله زغرنا الصمونه، اكثريه العالم هنا بهاي المناطق الشعبيه كلها كسبه، يعني يا دوب يوميتها تطلع 15 أو 20 ألف. زين احنا نصعد عليه الصمونه نسوي 6000، اراد له هواي، فما راح يجي يشتري. بالحاله هاي راح يعزل الفرن، راح اغلبيه العمال اللي جايين هنا راح تنقطع ارزاقهم. يعني عندنا عمال هنا جايين محافظات، عايف اهله وناسه ويجي هنا يبات، تالي ما تالي يقصون يوميته، لو يرجعون لاهله ما يشتغل. يعني هم يعني هم ظلم وحرام. يعني نريد حل لهاي الوضعيه، يعني مو الاثنينات الدولار يصعد والطحين يصعد. هسه الدولار صعد، ليش يصعدون الطحين؟ ثاني شيء اكثريه المواد الموجوده مثل العلاقة الخمره ذي مواد وطنيه، ليش هم يصعدونهن؟ يعني ايش عليها بالدولار هاي؟ فنريد لنا حل، خاصه يعني مو بس الصمون، المواد صعدت، الخضروات كلها صعد. يعني العالم كان يشتري ب 1000 وب 2000 وب 3000 يشتري، هسه قام ما يشتري، يشتري صمون بربع على مود يوكل روحه، لان صار غالي. فنص العالم قام ما تجينا، معاملنا نصهم راحوا ما قاموا يجونا. بهاي الحاله العمال راح اكثر شيء، اكثر اللي يضرون مو بس العالم، العمال، لان اكثريتها ايجار قاعدين، عندهم سلف، عالم تتزوج، عندهم بناء. فارتفاع الطحين العالم كلها انضرت، اللي يشتري واللي يبيع والعامل كلها اشترت، كلها انضرت. الطحين صعد، نزلوا يومية العامل، والعامل شنو ذنبه يعني تنزل يومية الطحين؟ صار تشيس من 28 إلى 30 إلى صار 47. زين العامل شنو ذنبه يعني ينزل من يومية 5، والعامل هو طالع على باب الله من 5 الصبح إلى 9 بالليل؟ يعني معاناة. بالنسبة للمواد الغذائية، الشكر احنا نستخدمه بالفرن، الشكر، الدهين، كلها صعدة. يعني شنو معاناة الشكر؟ يعني سولف لك معاناة هواية. اول شيء عندنا احنا ارتفاع الطحين صار عندنا بسبب الدولار،
اثر على هواي شغلات، ومن عندها المواد الغذائيه، ومن عندهم افران، الافران والمخابز. يعني ابو الفرن بعد ما قام يتصرف لانه يبيع مثل ما كان المواطن ياخذ 10 وان صمونه كبيره. هسه صمونه زغرنا بسبب الارتفاع من 38 الى هسه 45 42 صار طحين عندنا. العامل يوميته قامت انه ابو الفرن جبر وانطر انه ينزل يوميه العامل عودين يتصرف له، واغلب الافران سوت الصمون 6000، واغلب الافران اكو مطاعم قللت من الكميه مالتها، الصمون قام ياخذ 8 ينطي ابو الفرن، اغلب المطاعم بطلت. هسه اكو افران كبغداد وشارع فلسطين عندنا قامت يبيع 6، يا دوب يكفي ويطلع ايجاره زين. هسه ابو الفرن كايجار ما يقدر يطلع، انا جوز اقدر بس غير افران ما تقدر. يعني هسه انا كادر العمل مالتي جوز امون علي وها، اما بقيه الافران يقول لك انا ما مجبور يمك. هو عامل خطيه يعني جاي محافظات وهاي، يعني عامل يجي لك على 10000 سبب دولار. اول شيء المواد الغذائيه كلها صعدت عندنا، يعني تأذينا بشكل مو طبيعي، هواي افران عندنا تأذت، يعني ومن ضمنهم اني. يعني انا باليوم اذا ما اريد اخسر اخسر ل 20-25 ألف بسبب الطحين، انه اقول ما اقعد عامل او اقطع رزق عامل من عمالي، صار لسنين وياي. ونرجع ونقول سبب هالدولار، احنا نطالب من الحكومه والجهات الرسميه اخفاض سعر الدولار. الارتفاع بالأسعار للمواد عامة بس عدة الخبز والصمون قوت الشعب، يعني الارتفاع مو طبيعي، والمفروض الحكومة تتخذ إجراءات رادعة بحق الأفران، بحق توزيع الطحين عليهم، حصة تعطيهم إياه. فالحكومة دورها مغيب، ماكو يعني أصحاب الأفران والتجار هم اللي يتحكمون بقوت الشعب، والردع والإجراءات كلش ضعيفة بالنسبة للحكومة، والاقتصاد منهار والمواطن مأثر عليه طبعا. هذا الفقير شلون يعيش؟ هي قوته اليومي هذا، يعني هاي من أخطر الأشياء اللي لعبوا بيها، والأسعار والهذا، ويعزوه كله إلى ارتفاع الدولار. الدولار ما له علاقة، ارتفع الدولار بنسبة معينة، لكن الارتفاع جاء عكسي، في 2 وفي 3 ارتفعت. الدولار ارتفع 25 دينار ألف للورقة الوحدة، لكن الأسعار جت ارتفاعها في 2 وفي 3، وهذا من أخطر الأشياء على الفرد العراقي. بالنسبة للأسعار الغذائية، كل يعني الغذائية جميعها، من الطحين، من السكر، من التمن، من أي مادة غذائية بالنسبة هسه هي غالية جدا. الغلاء يعني وصل إلى حد، يعني على أساس كيس الطحين ب 42 ألف، والمواطن الفقير كل شيء ما يملك له 20 ألف، هو شهريته ما يملك له 150 ألف. إذا يشتري الطحين ب 42 كيس الطحين يعني 84 ألف، زين راح وين يروح هذا الفقير؟ ناشد من؟ ناشد رئيس وزراء، ناشد وزير التجارة، فسووا لنا حل بالنسبة لنا. الحين صاعد فوق يعني 50% صاعد، جاي الناس تأذى تشكي، الناس الزبون يشكون من الخبز، يشكون من سعر الأسعار، سعر الخبز صاعد عليهم. احنا مثل ما يقول احنا متحملين المسؤولية، نشتري بغالي، كله بغالي علينا، الطحين والملح والخمرة وكل الأشياء نشتريها مغالية. الناس تشوف الأسعار صاعدة ما يصرف لها، فالناس تلوم يعني على هذا الأسعار. فبلكت وزير ما تقول التجارة كذا ينظرون في قضية العالم، جاي العالم تتأذى في أسعار غالية عليهم، فينظرون بقضية العالم في سبيل الناس شلون ما تقول
يخفضون الاسعار، ينظرون قضية الناس، رحمة الناس هم مثل ما تقول لك الناس ضعفاء حال ما عندها من هالامور هذه. بعض الافران صعدت الخبز مثل كان 8 بليف هسه صار 6 بليف، الخبز هم كذلك، هم اكو فران صعد ذي واكو فران لا ما صعد، تضرب بركة اكو باب وجواب يعني. فمن صعدت الدولار يعني هم صعد صار يعني فوق الـ50 يعني ما تقول الورقة، فهي هاي صارت تصاعد بالاسعار، بس اسعار تصاعد خيالية صارت اكثر من النص يعني. هل الدولار صعد يعني ما تقول 20% او 50%، فهاي صارت علينا شقل لك 100% صار له اسعار يعني الثقل ثقلين صار. ان هذا الوضع الدولار صاعد، انا شنو ذنبنا العامل شنو ذنبه ما يلحق يشتري صمون، صمون 4 جاهزه قامت بيع الافران 4000 5000، تروح لابو الفرن يقول لك يا ابو مو بيد الصمون غالي، اذا الطحين صعد وحقه ابو الفرن صعد الصمون، تروح له يقول لك يا ابو الطحين من هناك المكان غالي. احنا بركت تشوفون الدولار انه صاعد والاسعار فيها صاعده، المواد الغذائيه صاعده.